بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. بقى دلوقتي هنبدأ إن إحنا نكمل باقي اللي بقى لنا في الدراجة فورميشن، وهم كانوا المحاضرات رقم 7 و9. برضه هفكركم عشان الناس اللي لسه مش عارفة إيه الموجود هو المنهج بالظبط. أنت كان عندك قبل الشيت أول محاضرتين كانوا تبع الدكتورة داليا. الدكتورة داليا لغت نصهم تقريبا، قعدت إنها تشيل من السلايدات اللي موجودة فيهم وتسيب لك الكلمات المهمة بس. طيب أنا كنت أنا منزل لك قبل الميد تيرم الورقتين اللي موجودين قدامك دول، ما ليكش أنت دعوة بقى بفكرة إن مكتوب عليهم دكتورة سحر أو كده. هي دكتورة سحر والدكتورة داليا الداتا بتاعتهم مشتركة لأن هما الاثنين بيدرسوا في لندن. تمام. فالمفترض ان الملخص اللي موجود قدامك ده هي دي اكتر اسئله بتتكرر في الدراج انفورميشن ريسورسز اللي هي عباره عن اول محاضرتين. فيفضل ان انت تسمع الفيديو بتاعهم اللي انا بعته لك على قناه التري اللي هو الفيديو اللي موجود قدامك ده. هتبدا ان انت تذاكره كويس وتحفظ التسكيمات اللي موجوده فيه. يعني انا برضو بعت لك اللي هو البي دي اف بتاع التسكيمات اللي موجود قدامك ده تسكيمات للدراج انفورميشن ريسورسز لانها بتتكرر كتير جوه الامتحان. فالمفترض انت تحفظهم. بعد ما حفظتهم يا سيدي بقى لك وقت، ابدا ان انت بص على البي دي اف اللي الدكتوره بعتها وشوف هل فيه مثلا معلومات زياده ولا لا، وابدا ان انت تبص عليها هي كمان. تمام. ادي ده كده بالنسبه لاول محاضرتين. بعد كده عندك المحاضرات رقم 3 و4 و5، دول تبع دكتور عزة. دول موجودين فين في الفيديوهات بتاعتي؟ هتلاقي ان الفيديو اللي هو عباره عن ساعتين الا ربع ده المحاضره رقم 3 و4 ونص ال5. تمام. ده اللي هو الفيديو ده. طيب وبعدين باقي الخمسه ديت موجوده عندك في الفيديو رقم 2 اللي هو دراج انفورميشن 5 ريميننج، ده بيكلمك على الكلينيكال ترايلز والدراج ديفلوبمنت والحوارات دي كلها. طيب بعد كده هتلاقي ان انت عندك المحاضره رقم 6 كانت تبع دكتوره عزه، ولكنها تعتبر يعني هي اتلغت. الدكتوره لخصتها في 6 ورقات. ال6 ورقات دول تقريبا كانوا يعني 6 سلايدات اصلي يعني، فاللي هو تقريبا تلاقيهم 5 ولا 10 دقائق من الفيديو اللي موجود قدامك ده يعني. فشغل شوف البي دي اف اللي الدكتوره منزلاه ده، هتلاقيه يعني مشغل الفيديو قدامك لحد ما تخلص السلايدات اللي هي محددة. ماشي. بعد كده هتلاقي ان انت عندك المحاضرات رقم 7 و8 و9. المحاضره رقم 8 كانت مراجعه تبع جزء الدكتور عز. كده فاضل لك المحاضره رقم 7 و9 و10. المحاضره رقم 10 انا شرحها لك اهي، دي تبع جزء الدكتوره داليا. تمام، اللي هي ال 51 دقيقة دي. كده فاضل لك تبع جزء الدكتورة داليا المحاضرة رقم 7 و9، ودول داخلين في الشفوي. طيب أنا هبدأ لك دلوقتي المحاضرة رقم 7، وهي تحت عنوان الدراج انفورميشن سنتر اللي هي الدي أي سي. دي برضه كانت نازلة بكميات كبيرة، فعشان كده نزلت لك ب 11 ورقة. وبعد كده أنا بعت لك بي دي إف، البي دي إف ده فيه اللي هو الورق بعد التعديل. حتى انا ما رضيتش ان انا يعني احذف واغير لك شكل الورق خالص، لا انا سبته لك بالشكل الطبيعي اللي نزل لك فيه المكتبه، بحيث ان انت تشطب. يعني مثلا ادي دلوقتي اديت اول صفحه بالنسبه لك ملغيه كلها من الدراج انفورميشن سنتر. تمام، وبقى بعدها برضو اي حاجه ملغيه فانا حاططها لك هنا. حلو، فخلينا كده ما نبدا. معناه ايه اساسا دراج انفورميشن سنتر او الدي اي سي؟ ده هو مركز المعلومات الدوائيه، ممكن برضه نسميه ميديسن انفورميشن سنتر. طب ايه الوظيفه بتاعته؟ ده بيكون موجود جوه مستشفى ولا جوه اي مكان معين؟ كل الوظيفه يعني من مكان معين ده اللي هو مثلا منظمه حكوميه او كده، الوظيفه بتاعته ان بيكون فيه صيدلي بيستقبل اي استفسارات حوالين الدواء او طريقه استخدام الدواء، الاعراض الجانبيه اللي ممكن تنتج عنه، الدراج انتر اكشنز اللي ممكن تحصل ما بين الادويه، هل مثلا في دراج انتر اكشن ولا لا؟ طيب هل ينفع مثلا ان انا اخلط الحقنتين دول مع بعض ولا لا؟ طيب لو حصل اوفر دوز من الدواء الفلاني المفترض ان انا اتصرف ازاي؟ هو ده كل الوظائف اللي بيعملها الدراج انفورميشن سنتر. تمام. طيب اول صفحه من الدراج كانت مقدمه، فما علينا منها خالص. نبدا ان احنا ننزل على ثاني صفحه، برضو الاوبجيكتيف ان اوف دي اي سي ان هوسبيتال، ما علينا منها برضو لان الدكتوره شطبتها ومش موجود السلايد بتاعتها في السلايد ده اللي هي منزلاها. حلو، نبدا بقى ان احنا نركز على الحته ديت، والدكتوره قالت احفظ منهم اللي تقدر عليه. فتصنيفي انا للجمله اللي هي قالتها ديت ان هي ممكن تجيب لك السؤال ده كسؤال شورت نوت في الامتحان بتاع الشهر، انها مثلا تجي لك ايه هي دراج انفورميشن اكتيفيتيز، يعني ايه بالظبط اللي بيحصل جوه التراك انفورميشن سنتر ده. فقدامك 10 او 11 نقطه، المفترض ان انت يعني يا يعني سيدي احفظ لك 5 6 7 8 منهم كده، واكتب يعني اللي تقدر عليه وخير لو جه يعني في الامتحان باذن الله. طيب اول نقطه منهم هي هاندلنج التراك انفورميشن. يعني ايه؟ يعني ان انت تعمل بروفايدنج للانفورميشن، يعني لو اي حد من الميديكال ستاف سواء دكاتره او ممرضين سالك على معلومه معينه هو مش عارفها، فانت هتبدا ان انت تبحث وهتبدا ان انت تديله المعلومه الدقيقه عن الدواء ده.
تمام. او برضو لو بيشنت بيسالك الدواء ده المفترض ان انا اتصرف استخدمه ازاي، او انا استخدمت الدواء اللي الدكتور كتبه لي ده اهو، ولكن حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، المفترض اتصرف ازاي؟ فانت هتدور هتشوف مثلا هل ديت توكسيستي معينه، ولا هل هو بياخد دواء تاني وفيه تعارضات دوائيه ما بينهم، وتبدا ان انت تديله المعلومه السليمه. يبقى كده اول دور من الدراج انفورميشن اكتيفيتيز اللي هو الهاندلنج دراج انفورميشن، ان انت تدي بروفايدنج انفورميشن او تدي المعلومات الدقيقه للمريض او للدكتور اللي بيسالك. طيب تاني حاجه، الانفورميشن اللي انت بتقدمها ديت ممكن تكون عباره عن بس انفورميشن او اكتيف انفورميشن. طيب خلينا نغير اللون، ماشي. الباسيف انفورميشن ديت اللي هي بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن ان في حد سالك سؤال وانت دورت وجهزت الاجابه واديتها له، يبقى انت عملت ايه؟ انسرنج الانكوايري، يعني حد طلب منك استفسار معين او ريكويست معين، وانت بدات ان انت تجمع الداتا بتاعتك وترد عليه بشكل واضح وسليم عن الدواء ده. تمام. يبقى انت كده الحاجات اللي هي بسميها بس الانفورميشن معناها ايه؟ معناها ان انت عملت انسرنج للانكوايري، اي المميز فيها كلمه انكوايري او ريكوست، ان حد سالك سؤال معين وانت بدات ان انت تجاوب عليه. طيب بعد كده في حاجه اسمها اكتيف انفورميشن. الاكتيف انفورميشن ديت اللي هي عباره عن ايه؟ زي مثلا في وقت الكورونا، وقت الكورونا دلوقتي انت بينزل كل يوم معلومه جديده ان الدواء ده نزل، الدواء ده اتسحب، المفترض ان الكورونا بتتنقل بكذا وكذا، لا والله ده ممكن تتنقل بكذا كمان، وهكذا، كل دي معلومات جديده. هل حد جه سالك وعلى المعلومات دي؟ اقول لك لا، انت اللي بدات ان انت تدور وتبدا ان انت تدي محاضرات وكونفرنسز، وتبدا ان انت تنشر المعلومات دي في المجتمع هو كمان، بحيث ان هم يعني يبقى انت كده مصدر المعلومه ليهم ان هم يتجنبوا العدوى بشتى الطرق. ماشي. يبقى انت بتعمل في الاكتيف انفورميشن ديت ايه؟ شيرنج الانفورميشن او النولج، انت اللي بدات ان انت تدور بذات نفسك، وبدات ان انت مثلا تقول للدكاتره والله ده احدث الجايد لاينز دلوقتي بتقول استخدموا الهيدروكسيكلوروكوين، والله ده دلوقتي غيروا الجايد لاينز ديت وقالوا ده الهيدروكسيكلوروكوين ممكن ان هو بيسبب يعني هيسبب اضرار اكتر، وممكن ان هو يموت المرضى اكتر ما الكورونا ما بتموتها. تمام. فاذا انت بتديله المعلومات الحديثه اول باول. طيب وبرده بروفايد يوز انفورميشن ديت اللي هو في الكونفرنسز، يعني ممكن انت بقى تعمل مؤتمرات بالمعلومات الحديثه اللي هي عماله بتنشر كل شويه دي. برده ممكن انت تدي ليكشرز عن نيو دراجز بدات انها تنزل، او نيو يعني نزل مثلا بروتوكول جديد لعلاج اي حاجه، فانت اكيد هتجي انت نازل وتيجي تشرح بقى البروتوكول ده بالظبط ماشي ازاي، بحيث ان هو لو هيحصل تعديل في الفورميلاري مثلا بتاعه المستشفى عشان تتواكب مع التطور اللي حصل ده، فبرضه ان انت هتحدث حاجه زي دي. هتمشي بقى على سيستميك او سيستماتيك ابروتش تو اسس دي اي نيدز، يعني ايه؟ يعني بعد يعني هتمشي بقى على خطوات محدده في البحث بتاعك بحيث ان انت توصل لاحدث المعلومات وتطبقها بشكل سليم. يعني في سيستماتيك ابروتش ديت معناها ان فيه نظام معين المفترض ان انت تتبعه، سواء ان انت في مصر ولا في امريكا ولا في اي حته، بحيث ان كل الدراج انفورميشن سنترز كلهم يمشوا بنفس النظام ويدوا تقريبا نفس المعلومات اللي موجوده. تمام. حلو. بعد كده appropriately synthesize و communicate و document، يعني ايه؟ يعني لما حد ان هو يسالك على سؤال معين ابدا جمع الابحاث او جمع منه هو السؤال اللي هو بيساله، وهو مين اساسا وسنه كام وبياخد ادويه ايه، وشوف الهيستوري بتاعه شكله عامل ازاي، وبعدين ابدا ان انت تجمع الحاجات اللي انت عايزها من الريسورسز او المصادر المتاحه عندك، وبعدين ابدا وثقها وشوف انت هتختار له كاجابه منطقيه يكون شكلها عامل ازاي، بحيث ان هو يفهمها. يعني مثلا لو انت بتكلم دكتور هتكلمه بالانجلش وبالمصطلحات اللي موجوده عندك دي، اما لو انت بتكلم مريض انت هتكلمه باللغه اللي تبدا انها تناسبه ويعرف ان هو يستخدم الدواء بيها ازاي. تمام. يبقى انت المهم ان انت في النقطه رقم 4 دي ان انت هتعمل تجميع وتوثيق للمعلومات اللي موجوده عندك دي، وتكتب كل معلومه انت جايبها من انهي سورس بالظبط، وتبدا ان انت تطبقها على كل المرضى المناسبين. يعني مش انت رايح بقى ايه معمم التجربه بتاعت البروتوكول ديت على الناس كلها، لا، كل واحد بيكون individualized، يعني كل واحد ده مثلا مريض كده، ده مريض كبد، ده مريض مش عارف ايه، فكل واحد هيتصرف معاه زي الوضع بتاعه. يعني بعد كده perception and debating، المفترض بقى ان انت هتبدا تتعلم برضه الفارماسي ستودنتس اللي هو احنا يعني اللي هو الصيادله، سواء بقى اي معلومات جديده او بروتوكولات جديده، يعني يحضروا هم كمان الكونفرنسز يعني. وتبدا برضه ان انت تعرفهم الرول بتاع الدراج انفورميشن سنتر ده، بحيث ان هم اللي هيشيلوا المسؤوليه بعدك والحوارات ديت يعني.
بعد كده بارتيسيبيت ان كواليتي امبروفمنت، يعني انت بقى هتبدا ان انت تحسن الجوده بتاعه الخدمه اللي موجوده جوه المستشفى. ممكن مثلا تعدل الفورمولاري اللي هي بيكون فيها لسته الادويه، والله مثلا ممكن يكون في دواء مضاد حيوي موجود كان ب 100 جنيه، ودلوقتي نزل دواء تاني ب 50 جنيه، ولكنه بيدي اكتيفيتي قريبه من الدواء اللي موجود عندنا. طب ما خلاص، ده انا كده هبدا ان انا اعمل تحاليل بقى واشوف انه اللي هيفيدني اكتر كافيكاسي ويرخص ويكون رخيص بالنسبه لي برضه في السعر بتاعه، بحيث ان ما كلفش المستشفى ولا كلف المريض اعباء زياده. فده برضه بتقدر ان انت تكون ان هو من ضمن الدراج انفورميشن اكتيفيتيز. ومحاضره الكوست افكتفنس اناليسيس ديت هي ديت المحاضره رقم 6 اللي اتلغت من عليك، طيب، او اللي هو اتخففت يعني. طيب بعد كده كرييتنج اند مينتين. كرييتنج اند مينتين ايه؟ ان انت بتبدا ان انت تنشر المعلومات سواء بقى عن مرض معين او على دواء معين في بروشورز بقى، او في اللي هو الورق اللي بيتوزع بعد صلاه الجمعه ده، اللي هو يلا يا جماعه الكورونا المفترض انها بتتنقل بالوضع الفلاني اللي موجود قدامك ده، انشر الصوره بسرعه، ده صوره الكورونا اللي يلاقيه يقبض عليك، الحوارات الهاكس ديت يعني. تمام، فالمفترض ان انت ايه يعني بتوزع بقى بامفلتس او بروشورز معينه او اي حاجه يعني موجود عليها معلومات دوائيه جديده بدات انها تظهر مثلا. فديت ايه تعتبر من ضمن الادفرتايزنج، او ان انت بتوزع المعلومات الجديده اللي تبدا انها تظهر لك. برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملها دراج انفورميشن سنتر ان هو يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل اديوكيشن للهيلث كير بروفيشنال عن مثلا دواء جديد بدا ان هو يظهر، الدواء ده بدا يظهر له اعراض جانبيه معينه، فانت هتدي له المعلومات دي. وطبعا زي ما اتفقنا ان انت على حسب انت بتعلم مين بالظبط، لو انت بتعلم دكتور فاكيد هو الدكتور ده عالم اساسا كويس وعنده نفس المصطلحات اللي عندك والجو ده، فانت هتدي له بس التيب الجديده بشكل سريع بالانجلش والدنيا زي الفل كده. فبتعلم حد تاني فهتغير برضه الطريقه. ممكن برضو الدكتور يكون فيه نقطة هو ما بيدرسهاش أصلا، زي نقطة خاصة بالفورميليشن أو نقطة خاصة بالفارماكوكاينيتكس، أنت بس اللي عندك مثلا معلومة عنها، وبتنبهه يا دكتور والله أنا عشان أوصل للستيدي ستيت محتاج وقت قد كذا 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 كذا، ومفترض إن الجرعة ديت ما ينفعش مع الفورميليشن الفلانية عشان هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، لأن أنت عندك معلومات دوائية معينة ما هياش موجودة عندك. فديت الفكرة بتاعت الإديوكيشن أو ليدنج وبارتيسيبيتنج. تمام، خد بالك يعني مثلا كلمه education ديت او educating ديت هتلاقيها ايه؟ educating the health care professional، هي بس educating يعني هتفصلها لك في حته لوحدها، بحيث ان ديت تبقى ديت العلامه اللي انت هتحفظها وتكمل انت بذات نفسك بقى، لما لو الدكتوره مثلا طالبه منك منشن ولا حاجه تبقى انت عامل بقى على طول educating the health care professional او كده يعني. تمام، بعد كده مونيتورنج اند اسيسنج، يعني انت بقى هتبدا ان انت تراقب العمليه العلاجيه اللي موجوده عندك. والله ده لما ادوا الدواء الفلاني الدواء ده لقينا ان الشخص جه بدا يظهر عليه اعراض مثلا بالمونري امبوليزم او بالمونري فيبروزس او حصل عليه كذا وكذا او كذا، فانت كده بتراقب، وبعد ما بتراقب بتيجي عامل ايه؟ بتيجي عامل حاجه اسمها اللي هو الفارماكو فيجلانس، يعني انت بتبدا ان انت تبلغ او تكون يقظ دوائيا او بتحفز عمليه اليقظه الدوائيه، وتعمل عمليه اسمها الفارماكو فيجلانس. ديت معناها ايه؟ ديت معناها ان انت بدات ان انت تنبه مثلا، والله يا جماعه احنا لما استخدمنا الدواء الفلاني ده بدات تظهر اعراض كذا كذا كذا، هيبداوا بقى ان هم يحللوا ويشوفوا هل فعلا ده تبع الدواء ولا لا، ولو لقوه تبع الدواء فالاف دي ايه هتسحب الدواء ده خالص مثلا من السوق. ماشي ماشي. طيب يا سيدي، بعد كده الصورتين دول برضو محذوفين، ولكن ايه اللي كان موجود فيهم؟ الدكتوره كان كل الهدف منها ان هي تقول لك خليك مختصر وواضح في البروشورز او في اي حاجه انت بتنشرها كدراج انفورميشن سنتر، يعني بحيث ان هو لو الدكتور مثلا معدي دلوقتي الازمه دراج ثيرابي، والله ده انا ممكن استخدم ريليفرز وكنترولرز وبريفنتر، تمام زي الفل، كده مفيش معلومه فايتاني الحمد لله. تمام، لو في معلومه فايتاه كان هيلاقيها في مربع زياده بدا مثلا ان هو يظهر لو بدا كاتيجوري جديده للعلاج ولا حاجه. مثلا دراج سيفتي اليرت ده كان مفترض ان هو دواء زي التوفازيتينيب، بدأوا ان هم يلاحظوا ان فيه بالمونري امبوليزم بدأ ان هو يحصل بعديه بجرعات معينه بعد استخدامه يعني، فبدأ ان هم يبلغوا، وبعد كده الاف دي اي بدأت ان هي ايه تسحبه. ماشي ماشي، وطبعا الصورتين دول ما علينا منهم. طيب نشوف كده ايه من دول اللي ملغي، هتلاقي طيب تمام الحته ديت ملغيه اهوت اهو، the pharmacist in a DIC should have following skills. العنوان ده موجود عند تحته الحته دي والحته دي، الحته دي هتلغيها خالص بقى، فاكس منها واحفظ دول لان دول برضو ممكن يجوا لك كمنشن.
فالمفترض ان الفارماسيست هيبدا ان هو يعمل ايه بالظبط جوه الدي اي سي ده. اول حاجه اسس افيلابيلتي انفورميشن اند جاذر سيتويشنال داتا نيدد تو كاركترايز ذا كويتشن. يعني ايه؟ يعني ابدا جمع المعلومات الخاصه بالحاله اللي بتتصل بيك، شوفوا هو مثلا ميل ولا فيميل، ولو فيميل مثلا هل هي حامل ولا ايه؟ الايدج بتاعها عباره عن ايه؟ هل مثلا بتاخد ادويه معينه؟ الجو ده كله. يبقى انت بتجمع ايه؟ بتبدا ان انت بتجمع الهيستوري اللي موجود عندها، يبقى انت بتجمع كل المعلومات الخاصه بالحاله اللي موجوده قدامك دي. تاني حاجه فورميليت ابروبريت كويتشن، يعني ابدا ان انت شوف هو بيسال عن ايه، هو متصل بيك عشان يسالك عن حاجه معينه، حاول ان انت تستخلص الحاجه دي بوضوح. تمام، يبقى انت كده صغت السؤال اللي هو سائله لك وعايز يستفسر عنه منك كدراج انفورميشن سنتر. طيب تالت حاجه يوز سيستماتيك ابروتش تو فايند نيدد انفورميشن اند انسر. يعني ايه؟ يعني ابدا بقى ان انت امشي بالادوار او بالطريقه اللي مطلوب منك ان انت تمشي بيها. طب ايه هي الطريقه دي؟ انه والله لو هو بيسالك عن دراج انتر اكشن معين فانت هتجرايح عند دراج انفورميشن ريسورس الفلاني وتبدا ان انت تدور فيه. طب وده انا اعرفه منين؟ هتعرفه من المحاضره الاولى والثانيه اللي هو كان عندك فيهم ال يعني خلينا حتى افتحها قدامك اهو، ان مثلا لو انت بتتسال على دراج انتر اكشن فكان عندك مثلا فيه كتب زي الايفالويشن اوف دراج انتر اكشن واللي هو الهانستنز دراج انتر اكشن والجو ده كله، يبقى انت مثلا هتبقى رايح مدور في حاجه زي دي بحيث ان انت تقدر ان انت تعمل ايه؟ بحيث ان انت تقدر ان انت تستخلص الاجابه السليمه وتبدا ان انت توجهها للمريض اللي موجود عندك ده. طيب هل مثلا بقى انا ما بلجاش للكتب بس ولا بلجا لابحاث ولا ايه بالظبط؟ هعرفك ده اكيد واحنا بنشرح. تمام، بعد كده تالت حاجه موجوده عندك يوز سيستماتيك ابروتش، ان انت هتبدا ان انت تدور على المصادر وتشوف اقرب مصدر تقدر تستخلص منه المعلومه وهتيجي مستخلص منه المعلومات اللي موجوده عندك دي. اكيد ما بتعتمدش على مصدر واحد، بتعتمد على اكثر من مصدر وتجمعهم مع بعض. طب وبعدين تعمل ايفالويشن للانفورميشن كريتيكالي فور فاليديتي اند ابليكابيليتي. يعني ايه؟ يعني بتبدا بقى بتشوف مدى المصداقيه بتاعه المصدر اللي انت بدات ان انت تبص عليه ده، هل هو يعني ويل تراستد، يعني ما تقدر ان انت تثق فيه بشكل كويس، ولا هو ممكن يكون مفبرك النتائج اللي موجوده عنده ديت ولا ايه بالظبط. وبناء عليه هتبدا ان انت تقارن النتائج اللي متاحه قدامك، وبعدها ان انت هتبدا تعمل ايه بقى؟ ديفلوب واورجنايز وسمرايز ريسبونس فور كويتشن. بعد ما انت ما جمعت من اكثر من مصدر واتاكدت بقى من الصلاحيه وان فعلا قادره لتطبيق الابحاث اللي موجوده قدامك ديت، خلاص انت هتبدا بقى تجمع وتستخلص النتائج وتكتب الاجابه النهائيه اللي انت هتبدا ان انت ترد بيها على الانكوايرر ده او الشخص اللي بيسالك. طيب بعد كده في النقطه رقم 6 كوميونيكيت كليرلي، يعني هتبدا بقى ان انت تتواصل مع الشخص اللي انت بتكلمه ده، سواء بقى هو باعت لك فاكس فانت هترد عليه بفاكس، او باعت لك ايميل فهترد عليه بايميل، لو بكلمك مكالمه وعايزك ترد عليه بمكالمه برضه هتكلمه كسبيكنج. فالمهم ان انت توصل له الاجابه بوضوح بالطريقه اللي هو طالب منك ان انت توصل الاجابه دي. ماشي. طيب رقم 7 evaluation in quality assurance activities، يعني ابدا قيم بقى نتيجه اللي انت عملته ده، هل انت يعني قدمت له الخدمه زي ما هو مطالب بالظبط ولا ايه الدنيا بالظبط. بعد كده providing education for health care professional، يعني برضو ان انت ممكن يعني تجمع اي معلومات جديده زي حالات الكورونا او كده وتبلغ بيها البروتوكولات الجديده او كده لو الدكتور لسه ما وصلوش يعني البروتوكول الجديد ده. بعد كده رقم 9 coordinating the adverse drug event reporting، يعني ابدا بقى ان انت تعمل اللي هو الفارماكوفيجلانس ده، ان انت تبلغ لو بدا يظهر اي اعراض جانبيه معينه للدواء اللي انت بنستخدمه ده. فاذا التسع نقط دول مهمين جدا زيهم زي ال 10 ولا 11 نقطه اللي كنا سالنا عليهم في الصفحه اللي فاتت. ماشي يا سيدي. طيب بعد كده اللي هو اللوكيشن والمينيمم ريكويرمنتس، معناها ايه؟ معناها ايه هو افضل لوكيشن ابدا ان انا اقول ان هو ده المكان اللي هنحط فيه دراج انفورميشن سنتر جوه المستشفى. المفترض ان انت تختار مكان قريب من الشغل، يعني مثلا يكون قريب من الانتنسيف كير، وتكون قريب من الناس ذات نفسهم اللي هم المرضى. يعني المريض مثلا بيكشف دلوقتي اكيد مش هيرجع يروح لاخر المستشفى عشان يسال الدراج انفورميشن سنتر والله هو انا المفترض ان انا اخد الدواء ده ازاي. تمام، يعني هي دي الفكره، ان انت بتحاول تحطه في مكان يعني تسهل بيه عمليه السؤال، يعني تخلي الدكتور يروح ويسال دراج انفورميشن سنتر، تخلي المريض يروح ويسال دراج انفورميشن سنتر. اما بقى لو عايز تريح دماغ دراج انفورميشن سنتر وتبقى انت حاطه وعياء كده وخلاص، خلاص ارميه في الاخر خالص والراجل بقى يبقى يروح يعني. تمام، طيب انا ليه بختار مكان قريب وكويس وكده؟ عشان انكارج الانتر اكشن، عشان اسهل عمليه ان الهيلث كير بروفيشنال يقدر ان هو يخش لك ويقول لك ايه رايك، والله انا بفكر ان انا ادي كذا، ايه الدنيا يعني، ده هيكون كويس ولا ايه الدنيا؟ فتبداوا ان انتوا تتفاعلوا اكتر.
تاني حاجه ات فاسيليتيتس ذا ديفلوبمنت اوف الباسيف انفورميشن اكتيفيتيز. الباسيف انفورميشن ديت اللي هي خاصه بايه؟ اللي هي خاصه بسؤال واجابه، فبالتالي هو سهل عمليه السؤال والاجابه، اكيد المريض او الدكتور هيجي يسالك وانت هتجاوب عليه على طول. تالت حاجه ات بروفايدز بيتر اكسس تو الهاي ريسك جروب تو ديفلوب بيشنت اديوكيشن بروجرام. يعني المفترض ان دلوقتي لو فيه مريض اكثر عرضه ان هو مثلا يحصل له ادفرس دراج رياكشنز، هيكون سهل جدا ان هو اول ما يبدا يظهر عليه الاعراض ديت هتبدا ان انت تعمل له يعني اديوكيشن سريع، او ان انت تتعامل معاه بشكل سريع وتخلصه من المشكله اللي هو موجود فيها، وتعمل له بيشنت اديوكيشن بشكل كويس ان هو ازاي يستخدم الدواء وازاي ان هو يتعامل مع الاعراض اللي بتجيله وهكذا. برضه it provides better opportunities for the critical patients اللي هم المرضى مثلا اللي موجودين في الرعايه، فدول ممكن هو يظهر عليهم اي اعراض سريعه ممكن يجي ميت لو انت ما لحقتوش على طول، فلازم تكون انت جنبه على طول بحيث ان انت تحاول ان انت تجيب اجابه سريعه وتبدا ان انت تطبقها بسرعه عشان تلحق حياه المريض دي بدل ما يموت مثلا. خد بالك يعني الحاجات طبعا الكلمات اللي انا محددها انت لو انت حددتها وكتبتها فخلاص انت الدنيا كده مظبوطه عندك، فحاول ان انت بعينيك كده تلقط الحاجات اللي متحدده بالوان مختلفه وابدا ان انت حددها عندك برضه. بعده it makes it possible to measure directly the impact of the service. يعني المفترض ان انت خلاص بعد ما انت ما قدمت الخدمه اللي موجوده عندك ديت هتبدا ان انت تقيمها بشكل سهل جدا جدا، ان والله الخدمه اللي احنا قدمناها ديت قامت بالدور بتاعها على اكمل وجه والوضع زي الفل و100 فل و10 تمام. بعد كده essential minimum requirements، المفترض ان هو يبدا ان يكون موجود جوه دراج انفورميشن سنتر ده ايه بالظبط؟ الهيومن ريسورسز، يعني المفترض ان هو يكون موجود فيه عماله اللي هو الاشخاص ذات نفسهم اللي هو الدكتور الصيدلي والناس اللي هتبدا انها تقدم الخدمه بتاعت الدراج انفورميشن سنتر. تاني حاجه السايت واللوكيشن، اللوكيشن بتاع المفترض يكون قريب من كل الحاجات اللي احنا لسه قايلين عليها دي. تالت حاجه الاكويبمنتس تكون متوفره، يعني المفترض يكون موجود كمبيوتر ويكون في يعني نت موجود هناك وكل الحاجات اللي احنا عايزينها سواء طبعه او مكان تصوير لو انت عايز تطبع برشور ولا حاجه من الحاجات ديت، برضه تكون مشترك له في مصادر المعلومات سواء بقى تشتري ولا سكندري ولا برايمري، ما كل الحاجات دي بفلوس عشان لما انت تساله سؤال يقدر ان هو يدخل بسرعه ويدور على الاجابه اللي هو عايزها ويديها لك. بعد كده رقم 4 فاينانشال ريسورسز، لو هو مثلا محتاج ان هو بقى يطبع او ان هو يشترك في مصادر المعلومات ديت فهو محتاج ان هو يدفع فلوس معينه، لازم ان انت تكون موفر له الفلوس دي. خامس حاجه اللي هو الداتا بيز، سواء تيرشري ولا سكندري ولا برايمري، فالحاجات دي المفترض كلها تكون انت مشترك فيها، مثلا زي التيرشري والبرايمري اللي هو الجورنالز والريفيوز، والسكندري ريسورسز طبعا زي بوب ميد والجو ده، ومديلك بقى امثله عليها زي الاي او دبليو اي دراج انفورميشن سيستم. برضه access to computerized databases when the need arises زي مثلا midline ودراج ديكس والحوارات دي كلها، فده برضه كلها مصادر المعلومات المفترض ان انت تكون مشترك فيها كدراج انفورميشن سنتر. برضه الاونلاين سيرشنج اكسس، يعني لو هو واحد عايز ان هو يدور على حاجه في اي حاجه موجوده اونلاين يقدر ان هو يدور عليها بشكل سهل لان انت مشترك له في كل مصادر المعلومات المتاحه. تمام، يبقى هي ديت المينيمم ريكويرمنتس، لازم يكون في اشخاص اللي هم خاصين بدراج انفورميشن واللوكيشن يكون كويس وعنده كل الاكويبمنتس وعنده كل الفلوس وعنده الداتابيز كلها اللي يقدر يحاسبها. ماشي ماشي. طيب يا سيدي بعد كده ستيجز فور دي اي سي استابلشمنت، بياخدوا بقى ثلاث خطوات على ما يطبقوا الدراج انفورميشن سنتر. اول خطوه هي عباره عن ايه؟ هي والله ان انت تحدد المكان يكون سيوتابل اريا ولوكيشن، يعني كده تحدد المكان بتاع الدراج انفورميشن سنتر. طب تاني حاجة allocation of a sufficient starting budget، حط فلوس معينة تقدر إن أنت تجيب بيها بقى الأدوات وكل الحاجات اللي أنت محتاجها وتشترك في الداتا بيزس اللي أنت محتاج تشترك فيها. تالت حاجة appointment of a professional manager اللي هو الفارماسيست، يعني ابدأ بقى إن أنت هات صيدلي يكون يعني متميز وقادر إن هو يعني يمشي الدنيا في دراجة انفورميشن سنتر ده. to identify the needs و policies، يعني يبدأ بقى يحدد لك إيه الاحتياجات المعينة اللي أنت محتاجها جوه دراجة انفورميشن سنتر، ويبدا ان هو يحط بلان ازاي ان احنا هنظبط الدراج انفورميشن سنتر ده بشكل كويس. طيب كده خلصت الخطوه رقم واحد. الخطوه رقم اثنين المفترض هتبدا تعمل ايه؟ تبدا بقى ان انت تدفع وتشتري الاجهزه اللي انت محتاجها، تشتري الاكويبمنتس اللي انت محتاجها. ثاني حاجه تريننج اوف ذا وركينج ستاف، تبدا تدرب اللي هيشتغل معاك. ثالث حاجه اكوايرمنت اوف ذا انفورميشن سورسز، تشترك في مصادر المعلومات اللي انت محتاج تدور جواها. حلو كده انت جهزت كل حاجه.
رقم ثلاثة بقى هتبدأ إن أنت تشتغل فعلا، وتبدأ إن أنت تعرف الناس إن والله ده موجود عندنا هنا دراج انفورميشن سنتر، لو عايزين إن أنتوا تسألوه أو إن أنتوا تعملوا معاه أي حوارات الحاجات دي كلها. فكده الفيس ثلاثة ديت اللي هي الأوبريشنال فيس، هي ديت فعلا اللي بدأنا نطبق فيها دراج انفورميشن سنتر. بتبدأ إن أنت تعمل فيها إيه؟ أنسر تو كويريز، بتبدأ تستقبل الأسئلة وتجاوب عليها. ماركتنج اند كرييتنج ذا ديماند فور ذا سيرفيس اوف ذا سنتر، يعني هتبدأ بقى إن أنت تعمل الماركتنج إن والله عندنا في المستشفى ديت دراج انفورميشن سنتر، واللي هيحتاج إن هو يسأل أي سؤال أو كده يبدأ إن هو يتواصل معانا. رقم ثلاثة start of the establishing the center's database from the documented services offered by the center، يعني ابدأ بقى ان انت تجمع المعلومات والابحاث والجو ده، وابدأ ان انت تبص على الناس يعني، وممكن انت ذات نفسك تعمل موقع يعني للمستشفى ان هو الناس تتواصل معاك عليه والجو ده كله، وتبدأ تنشر عليه لو في حاجات جديدة او كده. بعد كده planning for future activities and development للدراج انفورميشن سيرفيس ده، يعني انت بقى هتبدأ ايه؟ هتبدأ ان انت يعني لو في اي اكتيفيتي انت محتاج ان انت هتقدمها في المستقبل، فهتبدا برضه ان انت تتارجت لها بحيث ان انت تطور الدراج انفورميشن سنتر وتكون احسن دراج انفورميشن سنتر في الدنيا كده يعني. طيب يا سيدي، بعد كده لما نشوف هل في حاجه ما جايه ولا لا. ماشي، ايوه اللوكيشن. طيب ماشي، بالنسبه للوكيشن تو براكتس دراج انفورميشن سبيشالست، نفترض ان هو الدراج انفورميشن سنتر ده ممكن يتعمل فين؟ ممكن يتعمل جوه الهوسبيتالز في المستشفيات، او ممكن يتعمل في الناشونال اورجنايزيشن اللي هو في اللي هو يعني اللي هو الاماكن بقى اللي هو الحكوميه او كده، في الفارماسي كوليدج في مستشفيات، قصدي في كليات الصيدله، في البويزن كنترول سنتر اللي هو الحاجات اللي هي خاصه ب يعني مراكز السموم وكده، وفي الفارماسيوتيكال اندستري اللي هو في المصانع برضو، بحيث ان هم يشوفوا ايه الفورميليشنز المتاحه في السوق او كده، بحيث ان هم ممكن ان هم يقارنوا ما بينهم وباقي الادويه اللي موجوده في السوق، بحيث ان هو ايه يعني والله ده احنا الدواء بتاعنا الورقه الغلابيه بتاعته احسن بمقدار قد كذا والجوده كلها يعني. برضو areas requires medical informatics، لو مثلا لو هو مكتب علمي او استشاري لكتابه ابحاث او scientific writing او كده، ممكن ان هو يحتاج معلومات معينه، فالمفترض ان انت برضه بتختاره او بتقدر ان انت تقدمها كدراج انفورميشن سبيشالست يعني. طيب بعد كده هو يوز دراج انفورميشن سيرفيس، مين اللي بيستفاد من الدراج انفورميشن سيرفيس ديت؟ والله ممكن يكون الدكتور هيستفاد من معلومات، اي معلومات مثلا جديده، او عايز يسالك على سؤال محدد خاص بالدواء فانت هتديه له على طول. نيرس مثلا ممرضه ممكن انها تكون بتسالك عن اعراض جانبيه بدات انها تظهر على المريض، او الدوز مثلا مفترض انها تكون ازاي بالظبط، او الراوت مثلا مفترض تديه له حقن ولا تديله ايه بالظبط. الفارماسيست برضه ممكن يسألك عن الدوزس أو الأسعار، أرخص دواء ممكن إن هو يعالج كذا بشكل كويس، البايوأفيلابيلتي بتاعة الأدوية والمقارنات ما بينهم. البيشنت مثلا ولكن البيشنت إيه يعني، مش هيسألك أوي حاجات ساينتفك ودقيقة، لا هو غالبا هي يعني هيكون بيرحم عليك أغلب الوقت يعني. طيب برضه اللي هو الريسيرشر ممكن ان هو يسالك مثلا لو في اي كارنت انفورميشن بدأ اي حاجات مثلا ممكن تكون موجوده على الساحه بشكل جديد، اللي هو ريسيرشر ازاي اساسا يعني لما بيسالنا. ما علينا، برضه الفارماسيوتيكال كومباني ممكن انها تبقى محتاجه انها تعمل بروموشن او تقول ان الدواء بتاعي احسن من ادويه الثانيه او كده، فممكن انها تكون بتسالك ان هو مين احسن دواء بالبايو افيلابيلتي او كده، والبايو افيلابيلتي بتاعته عباره عن قد ايه بالظبط، بحيث انها تقول اه ده انا كده احسن منه او اوحش منه الجو ده يعني. بعد كده السوسايتيز او المجتمعات ذات نفسها، المفترض اللي هو ايه؟ كوتشن فور هيلث اديوكيشنال اسبيكتس، زي مثلا هل الدواء ده بينضرب مثلا، بيتاخد مخدرات ولا حاجه في درجه فلوس، او هل الدواء ده، او هل مثلا الانفكشن دي بتبدا انها يعني زي الكورونا مثلا بتنتشر في الحتت الفلانيه، او بتنتشر لو عملت كذا وكذا وكذا، فانت هتبدا ان انت تبلغهم وتفيدهم بحاجه زي ديت. الريجولاتوري اوثورتيز فور جايد لاينز اند رول اوف دراج يوز، يعني المفترض بقى اللي هو ايه الاماكن اللي بتحط جايد لاينز او كده، اكيد هتبدا انها تجمع المعلومات وتهتم بدراسه اهم واحدث المعلومات اللي بتبدا انها تظهر في السوق، بحيث ان هي هتظبط الجايد لاينز على السريع. تمام، ماشي يا سيدي. طبعا الصوره ديت فالدكتوره لغيتها برضو. بعد كده الصوره ديت برضو ماديه، ولكنها كانت عباره عن ايه؟ نيوز نيوز ليتر بابليكيشن. افترض ان كل دراج انفورميشن سنتر بيبدا بقى ان هو ينشر الحاجات الحديثه اللي هو بيوصلها او كده في جريده خاصه بيه يعني. طيب بعد كده انتجريشن اوف نيو هيلث انفورميشن تكنولوجيز، ديت موجوده معاك. المفترض ان ديت بتكلمك عن ايه بالظبط؟ بتكلمك على دراج انفورماتكس. يعني ايه دراج انفورماتكس؟ يعني ان انت بتستخدم التكنولوجي او التكنولوجي عموما يعني في ان هي تساعدك في عمليه الدراج انفورميشن سنتر ديت، ان انت تعمل ايه بالظبط؟ تو اوبتمايز الفارماسيوتيكال كير ديليفري بروسيس، عشان تقدم الخدمه الصيدليه والمعلومات الصيدليه بشكل سليم.
زي ايه بالظبط؟ زي مثلا the use of that provide clinical decision support system اللي هو سي دي اس اس. ده المفترض ان هو بيبدا ان هو يعمل ايه بالظبط؟ تبدا ان انت تفتح عليه اللي هو البيشنت او تحط عليه البيشنت انفورميشن. والله ده المريض ده عنده امراض كذا وكذا 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 وبياخد ادويه كذا وكذا 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 وانا هديله الادويه كذا وكذا وكذا وكذا. لو هو بدا ان هو يلاحظ ان في تعارضات ما بين دواء ومرض او دواء ودواء او كده، هو بيجي مطلع لك اليرت على طول وبينبهك والله لا الحاجه ديت والحاجه ديت ما ينفعش ان هم يستخدموا سوا. تمام. يبقى هو ده الهدف. يعني احفظ طبعا السي دي اس اس ده اللي هو اختصار كلينيكال ديسيجن سبورت سيستم. ده المفترض ان هو تبع ايه؟ ده المفترض ان هو تبع التكنولوجيز اللي بتبدا ان هي تساعدني في الاوبتمايزيشن الفارماسيوتيكال كيد دليفري بروسيس، وبينبهني مثلا لو في اي حاجه المفترض ان انا اعدلها في السيستم اللي موجود عندي ده. طيب بعد كده بيقول لك ان الاي اس اتش بي ديسكرايب ذا كلينيكال انفورماتكس انفورماتكس فارماسيست as an expert in drug و human factors و patient safety و use of technology. يعني المفترض ان انت ايه يعني بتلخص كل حياة المريض وتحطها كلها على السيستم اللي موجود قدامك ده عشان تقدم افضل خدمة صيدلانية متوفر فيها الادفيرس دراج افكتس اللي ممكن تحصل انتراكشنز اي حاجة من دي، وتبدأ ان هو ينبهك بيها على طول بحيث ان ما يحصلش اي مشاكل مع المريض. تمام. يبقى ده كان عباره عن ايه؟ ده عباره عن الانتجريشن اوف نيو هيلث انفورميشن تكنولوجي. يعني انت بدات ان انت تستخدم التكنولوجيز المتاحه زي السي دي اس اس ديت بحيث انها تسهل لك الاوبتمايزيشن الفارماسيوتيكال كير دليفري بروسس. ماشي. الحته دي برضو ملغيه من عليك على حسب ما الدكتوره ما حاطه في الاستعداد بتاعتها، ما هيش حاطه الحته ديت خالص. حتى خلينا نشوف. تمام. مش محطوطه. بعد كده من هنا بقى يعني ايه هيبدا يقل شويه بقى الحاجات اللي الدكتوره بتغيب، فخلينا كده ما نشوف. بعد كده بتقول لك ان في حاجه اسمها ايجيبشن دراج انفورميشن سنتر، اكيد طبعا يعني موجود جوه مصر دراج انفورميشن سنتر كبير. دراج انفورميشن سنتر ده بقى وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يعمل تريننج للاوريدي اكزيستنج. يعني ايه؟ يعني لو في مثلا في مستشفيات جوه مصر بتطبق الدراج انفورميشن سنتر ده، خلاص انا هروح اطورهم وادربهم اكتر بحيث ان هم يطبقوه بشكل احسن. والله باقي المستشفيات اللي مش مطبقاه هبدا اعمل لها استابليشنج واحفزهم ان هم يعملوا دراج انفورميشن سنتر خاص بيهم وابدا ادربهم هم كمان. طب وبعدين ابدا بقى ان انا اربطهم ببعض كلهم واعمل لهم انفورس كونكشن ما بين الانفورميشن سنترز اللي موجوده كلها، بحيث ان يكون فيهم يعني ما بينهم وما بين بعض انتر اكشنز على طول، بحيث ان هم يحسنوا الجوده العلميه والدوائيه اللي موجوده جوه مصر يعني. تمام. ماشي يا سيدي. بعد كده بيقول لك الميثود اوف كوميونيكيشن فور هاندلنج دراج انفورميشن ريكويست. يعني المفترض ان انت دلوقتي خلاص عملت دراج انفورميشن سنتر ومجهز ان انت تستقبل الاسئله اللي هتجي لك. هتستقبلها ازاي؟ اول حاجه ممكن تستقبلها عن طريق التليفون، او ممكن تستقبلها عن طريق الليترز، ممكن تستقبلها عن طريق الفاكس او الايميلات، ممكن تستقبلها عباره عن اللي هو الدايركت بيرسونال كوميونيكيشن الفصول. يعني ايه؟ يعني ممكن اللي هو المريض او الدكتور يجي لك الدراج انفورميشن سنتر ويسالك وانت تجاوب عليه على طول. طيب المفترض ان انت تعمل ايه في بدايه المكالمه بتاعتك او في بدايه التواصل بتاعك مع المريض او الدكتور ده؟ اول حاجه هتقول له لو سمحت عرفني بنفسك، انتروديوس يور سيلف. تمام. وانت كمان برضه هتعرفه بنفسك ان والله انا الدكتور فلان الفلاني صيدلي موجود عندك في الدراج انفورميشن سنتر وعايز اسالها. يعني اتفضل قول لي انت عايز تعمل ايه يعني. تاني حاجة having the form ready، خليك مجهز الفورم اللي موجودة قدامك ديت عشان تملى فيها البيانات اللي هو هيقولها لك على طول. تالت حاجة listen carefully، ابدأ اسمعه بانتباه بحيث ان انت تسجل وراه اي حاجة بيقولها لك. رابع حاجة repeat the question، يعني كل ما هو ما انت ما تقول له حاجة عشان تتأكد بالظبط ان انت سامع صح، تبدأ ان انت تكرر عليه انت قصدك كذا، انت قصدك كذا. تمام. وبعدين مثلا هو بيسالك عن درجه الاكشن ما بين الدواء الفلاني والدواء العلاني، تيجي انت قايل له يعني حضرتك قصدك ان انت بتسال هل في درجه اكشن ما بين الدواء الفلاني والدواء العلاني، يبقى انت بتكرر له المعلومه عشان تتاكد ان هو ده السؤال او الانكويري اللي هو بيسال عنه فعلا. طب وخامس حاجه ان انت تشوف هاو ايرجنت، انت محتاج المعلومه دي دلوقتي مثلا، هل في توكسيستي خطيره وانت يعني في ايرجنت كيس ومحتاج ان انت تعالجه ضروري، ولا ممكن مثلا انا ارد عليك خلال اسبوع ولا حاجه؟ ما انت هتشوف وتقيم. والله لو محتاج المعلومه دلوقتي ضروري فانت هتحاول برضه ان انت ترد عليه ضروري دلوقتي، لو الموضوع فيه ساعه فبرضه انت ممكن تتاخر شويه. تمام. الصوره دي طبعا مش مطلوبه منك ولا حاجه.
طيب يا سيدي، بعد كده بقى هنبدأ من هنا جزء مهم جدا 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 جدا، وهو السيستميك سيستماتيك ابروتش تو انسر دراج كويتشن. ممكن برضو الدكتوره تقول لك ده كسؤال منشن السيستماتيك ابروتش تو انسر دراج كويتشن. يعني ايه؟ يعني الرحله من السؤال للاجابه، يعني من اول ما الشخص اتصل بيك لحد ما انت مديت له الاجابه وتبدا ان انت تتابعه كمان. انت هتعمل ايه بالظبط؟ اقول لك انت هتعمل 7 حاجات، ماشي؟ ال7 عناوين دول المفترض ان انت تحفظهم، ولكن في برضه منظمات تانية بيقولوا هم مش 7، احنا هنخليهم 4 بس، والاربعه دول هنخليهم 4 ارز، 4 ارز، اللي هم ريسيف ان انت استقبلت السؤال، وبعدين ريسيرش هتبدا تبحث وتدور على اجابه، وبعدين ريسبوند هتبدا ان انت تجاوب وتديله الاجابه اللي موجوده عندك. رابع حاجه بقى ريكورد، ان انت هتبدا تسجل العمليه اللي انت عملتها دي كلها وتعمل فولو اب وتتابع هل فعلا استفاد وطبق المعلومات اللي انت اديتها له ديت واستفاد بشكل كويس ولا لا بالظبط. تمام. طيب انا هحفظ انهي نوع منهم بالظبط؟ المفترض ان انت هتحفظ ال7 دول وتحفظ الاربعه برضه، الاربعه دول ما هماش مكتوبين عندك، فانت ابدا ان انت تنقلهم. تمام. ماشي يا سيدي. طيب برضه يعني عشان في ناس بتسال، طب انت ما بتكتبش الحاجات ديت من الاول ليه؟ والله يعني بكتب لك الحاجات اللي موجوده جوه السلايد، وبعدين لما بسمع المحاضره ببدا ان انا انظم اكتر واكتب حاجات اكتر، فبعرضها قدامك مش هيشها والله يعني. تمام، المفترض ان انت بقى هتبدا تعمل ايه؟ الريسيف دي بتتضمن ايه بالظبط؟ اول حاجه سكيور ديموغرافيكس اوف ريكويستر، يعني المفترض ان انت هتاخد معلومات الخاصه بالسائل، هل السائل ده مثلا السائل ده هو الشخص، يعني الشخص اللي بيسال، هل هو راجل ولا ست، ست حامل ولا مش عارف ايه، العمر بتاعها قد ايه، الحوارات دي كلها زي ما احنا ما قلنا، الحاجات اللي انت بتسالها في اول مكالمه اللي انت انترفيوز، واللي هو بتسمع له كويس وتشوف الاسئله اللي هو بيسالها لك، وهو مثلا محتاج المعلومه دي في وقت قد ايه، والجو ده كله بتساله عن شخصه يعني. بعد كده اوبتين باك جراوند انفورميشن، خد هيستوري عن الشخص اللي بيكلمك ده او المريض اللي هو بيسالك عنه. تالت حاجة determine and categorize ultimate question، يعني ابدأ حدد السؤال المطلوب بالظبط، وبعدين ابدأ قيم السؤال ده، حطه في كاتيجوري معينة، هل السؤال ده خاص بدراج انتراكشن ولا بادفرس دراج ايفنت ولا خاص بايه بالظبط؟ ليه انت بتعمل كاتيجورايزيشن ديت، او ان انت تحدد هو السؤال تبع ايه بالظبط؟ عشان تبدا تحدد مصادر المعلومات اللي انت بتدور فيها، زي ما انت ما شايف مثلا خلال الصفحه دي كلها، كنت انت كل نوع من مصدر من المعلومات اللي انت عايزها بتدور عليه في مصدر محدد، فعشان كده انت لازم تعمل كاتيجورايز عشان تحدد المصادر اللي انت هتبدا تدور فيها على طول، فبالتالي ممكن الدكتوره تيجي حاطه لك سؤال معين وتيجي قايله لك كاتيجورايز ذيس كويتشن، فانت تيجي قايله لها والله ده تبع الادمنت دراكت اكشن، طب تيجي قايله لك بعدها طب هتدور هتدور فيه فين؟ هل هتدور فيه في الفيزيشنز ديسك ريفرنس، ولا هتدور فيه في الحته الفلانيه، ولا في الحته العلانيه؟ فبناء بقى على معرفتك بالمحاضره رقم 1 والمحاضره رقم 2 هتبدا تحدد على طول وتختار انت هتدور فين حته من اللي موجوده قدامك دي. فانا كده بحاول ان انا اربطها قدر الامكان ما بين المحاضرات وبعضها. طيب يا سيدي، بعد ما انت ما عملت الكاتيجورايز للالترنت كويشن وكده انت استقبلت كل المعلومات اللي انت محتاجها، هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل ريسيرش. الريسيرش ده معناها ان انت هتعمل ايه؟ ديفيرو استراتيجي اند كوندكت ريسيرش، هتبدا ان انت تحدد الطريقه اللي هتبحث بيها، وكده خلاص انت حددت المصادر اللي هتبحث فيها وبحثت الحمد لله. طيب جبت اكتر من مصدر؟ ايوه جبت اكتر من مصدر بيكلمني عن السؤال اللي انا بسال فيه. خلاص اعمل ايفالويشن واناليسيس وسنسس، يعني ابدا قيم الابحاث اللي انت وصلت لها دي وشوف النتائج بتاعتها مقارنه ببعض ووصل لادق نتيجه ممكنه. حلو، طب وبعدين انت محتاج ان انت ترد، هترد ازاي؟ هل تيجي متصل بيه وتيجي قايل لي والله ده في بحث بيقول كذا وبحث بيقول كذا وبحث بيقول كذا، او تسمع له الابحاث اللي انت وصلت لها؟ اكيد لا، انت محتاج تديله رد سريع وواضح ودقيق بحيث ان هو يطبقه على طول. فانت محتاج ان انت تعمل ايه؟ فورميليت اند بروفايد ريسبونس، هتبدا بقى ان انت تجهز رد سليم كده ومظبوط بالظبط، وتبدا ان انت توصله للشخص ده. طب وبعدين تعمل فولو اب اند دوكيومنتيشن، تبدا ان انت تتابع الحاله اللي انت بتتواصل معاها ديت او اللي كانت سالاك لمده تقريبا 7 ايام، تمام؟ تبدا ان انت تتابعه على طول وتشوف عنه الدنيا انظبطت ولا ايه بالظبط. ماشي يا ستي. حلو. طيب بعد كده بقى هيبدا ان هو يكلمك عن ال7 خطوات دول بالترتيب. اول خطوه هي ريكويست ديموغرافيكس، يعني ايه؟ يعني ابدا ان انت تستفسر عن الشخص اللي بيسالك ده، او الشخص اللي بيسالك عن المعلومه اللي هو بيسال عليها دي. ايه هي البروفيشن بتاعته؟ هل هو دكتور فيزيشن ولا فارماسيست صيدلي ولا النيرس، ولا هو شخص مثلا بيسال والسلام كده؟ فبناء عليها انت هتبدا تعرف هو الطبيعه العلميه اللي موجوده عنده ازاي، وهتبدا ان انت تحدد في دماغك انت هتساله ازاي او هتجاوب عليه بالطريقه انهي بعد كده.
طيب، وبعد كده برضه تعرف منه والله هل انت محتاج ان انا اتواصل معاك بعد كده بالتليفون ولا ولا ابعت لك يعني فاكس مثلا على البيت، ولا اتواصل معاك ازاي يعني لما اجهز لك الاجابه. ثالث حاجه ديترمن الابروكسيميت ايج، سواء بقى هل هو راجل كبير ولا يعني متوسط ولا طفل صغير اللي بتسال عنه ولا ايه بالظبط. ويور ريسبونس تكنيك ماي ديفر ديبندنج اون ويذر ذا كويتشن كومز فروم هيلث كير بروفيشنال اور ا بيشنت. انت بناء بقى على اللي سائل ده هل هو دكتور ولا مريض، هتبدا ان انت تحدد انت هترد عليه ازاي. هل هترد عليه بشكل انجليش وشكل علمي، ولا هترد عليه بالفضايس يعني عشان هو يفهم كده. فبالتالي هو ريكويست ديت بتبدا انها تفرق معاك كتير، سواء هل هو شخص ميديكال ولا نون ميديكال، هل هو متعلم ولا مش متعلم، الاسم بتاعه، الشخص الرقم التليفون بتاعه، الايميل، هتتواصل معاه ازاي، الحوارات دي كلها. يبقى انت كده ريكويست ديموغرافيكس بتبدا تسال عن ايه؟ بتبدا تسال عن اسمه والوظيفه بتاعته وعلاقته بالمريض، هل هو المريض ذات نفسه ولا ابوه ولا امه ولا ايه بالظبط؟ الايدج بتاع المريض عباره عن قد ايه؟ اللوكيشن هم موجودين فين بالظبط؟ يعني فهنشوف برضو المقدار الرعايه اللي ممكن نقدر نقدمها لهم هي ايه هناك؟ والبراكتس يعني بيبدا ان هو بيمارس ايه بالظبط في حياته عموما؟ والكوميونيكيشن ميثود هبدا ان انا اقدر اتواصل معاه ازاي، هتصل بيه مثلا على التليفون ولا اشوف فاكس ولا اعمل ايه بالظبط. والارجنسي هل انت محتاج مثلا الاجابه على السؤال ده دلوقتي ولا بكره ولا ايه بالظبط. فهكذا ماشي، خلصت يا سيدي اول نقطه وعرفت التفاصيل ديت عن الشخص اللي بيتصل. طب تاني حاجه اوبتين باك جراوند انفورميشن، ابدا بقى جمع هيستوري اكتر. يعني هتبدا تعمل ايه؟ يو هاف تو ديتيرمين ويذر اتس اكاديميك اور بيشنت سبيسيفيك كويشن. هل مثلا انت بتبدا تسال السؤال ده عشان الدكتور طالب منك بحث معين جوه الماده مثلا، فانت بتجمع البحث ده وعايز تسهل الدنيا عليك وتاخد المعلومه مني على الجاهز وخلاص، ولا مثلا هو فعلا في حد دلوقتي عيان وانت محتاج المعلومه؟ اكيد ده هيفرق معاك برضو. بعد كده برضو ماشي، يعني فاكس من الحاجات دي كلها. must be appropriate for the ماشي ما علينا برضو. المفترض بقى انت ايه بتاخد باك جراوند كويشن شود بي سبيسيفيك فور ذا نيتشر اوف ذا ريكويست او بيشنت سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني المفترض بقى ان انت هتبدا ان انت تجمع معلومات خاصه بالمريض اكتر. يعني هو دلوقتي مثلا بيسالك هل في مشكله لو شخص، لو انا مثلا دلوقتي خدت الدواء الفلاني، فانت هتبدا بقى ان انت دلوقتي تساله عن ايه؟ هتساله عن حاجات بيشنت سبيسيفيك هيستوري. هل انت عندك رينال فانكشن تيست كويسه؟ هل الليفر كويس ولا في امبيرمنت؟ انت مثلا بتاخد الدواء اللي انت بتسال عليه ده بانهي روت بالظبط؟ وهكذا يعني. تمام، فانت بتجمع عليه معلومات معينه بناء على السؤال اللي هو بيساله لك، زي ما هنوضح كمان شويه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا يعني في دكتور بيسال what dose of digoxin would be appropriate for an واحده عندها 83 سنه يعني. فالمفترض ان هي تاخد جرعه شكلها عامل ازاي؟ فانت هتيجي انت تساله بقى شويه معلومات. والله هو حضرتك بتكتب لها ديجوكسن ده لسبب ايه؟ فانت هتيجي قايل لك مثلا بسبب الكونجستيف هارت فيلير. تمام، هتسجل ده عندك. طيب هي الكلى عندها كويسه؟ طيب هل الكبد عندها كويس؟ طيب انت محتاج ان انت تديه لها اي في ولا ممكن انها تاخده يعني اقراص، ولا هتاخده ازاي بالظبط؟ طيب هل هي بتاخد اي ادويه ثانيه بحيث ان انا اشوف لو في تعرضات دوائيه ولا حاجه؟ طيب اللي هو الدوزس اللي هي خدتها كانت خدت كام دوز مثلا؟ طب السيرم كونسنتريشن عندها ديجوكسن دلوقتي جوه النسبه اللي موجوده جوه جسمها قد ايه بالظبط دلوقتي؟ طب هل هي عندها اي امراض ثانيه ولا لا؟ يبقى انت ايه؟ هو سالك سؤال، ولكن السؤال اللي هو ساله ده ما ادالكش فيه هيستوري كامل عن المريض. فانت بقى اللي هتبدا تجمع الهيستوري ده زي ما انت محابب ان انت تجمع، وشايف ان انت المفترض تكون عندك المعلومات ديت عشان تجاوب عليه بشكل دقيق اكتر. تمام، فاذا انت بتبدا ان انت تاخد معلومات عن المريض، سواء بقى المعلومات ديت كانت ايدج خاص بالمريض، العمر بتاعه او الجندر بتاعه اللي هو يعني هو راجل ولا ست ولا كده، والويت برضو الوزن ممكن هو يختلف معاك، الالرجيز هل في حساسيه معينه، ممكن مثلا لو واحد بياخد مضاد حيوي فانت ممكن تشوف هل هو اساسا جاله حساسيه من المضاد الحيوي ده قبل كده ولا لا، هكذا يعني. هل عنده امراض تانية؟ التحاليل بتاعته الكبد والكلى كويسين ولا لا؟ فدي كلها هيستوريز انت بتبدا انت تجمعها من المريض. دي كده الخطوه رقم 2. طيب الخطوه رقم 3 بقى ديتيرمين ذا التيمت كويشن اند كاتيجورايز ذا كويشن. يعني ابدا بقى ان انت حدد السؤال بالظبط هو بيسالك عن ايه، ويبدا ان انت حدد الكاتيجوري بتاعت الكويشن ده. طيب المفترض ان انت حاجه زي دي يا سيدي هتبدا ان انت تعملها ازاي؟ هتبدا ان انت تعملها كالتالي. افتح معايا كده الصفحه اللي بعدها اللي هي اللي موجود عندك فيها كاتيجوريز اوف كويتشن. المفترض ان الكويتشنز ديت ممكن انها تتحط تحت عنوان دراج انتراكشن.
او اللي هو كومباوندنج مثلا، ازاي اللي هو ان انا اخلط الادويه ديت مع بعض ولا لا، او فارماكوكاينتكس او الحاجات ديت كلها مش مطلوب منك ان انت تحفظها، ولكن مطلوب منك ان لما الدكتوره تيجي حاطه لك سؤال في الامتحان وتيجي قايله لك مثلا كان امريدوبين ولورازيبام بي تيكن كونكرنتلي، يبقى انت ده هتعمل له كاتيجورايزيشن فين؟ هتيجي قايل لها والله ان ده عباره عن دراج انتر اكشن، خلاص هتبدا تدور عليه فين؟ في الريسورسز بتاعت دراج انتر اكشن اللي هي فلان وفلان وفلان وهكذا، هو ده اللي مطلوب منك. تمام. فبيقول لك مثلا ازاي ان انت تعمل بقى كاتيجورايزيشن للكويشنز اللي موجوده عندك ديت. فهتبدا مثلا ان هو ايه، لو فورين دراج ايدنتيفيكيشن، فيه دواء وانت مش عارف هو اسمه ايه، فانت ممكن تسال هو ايه التريد نيم بتاعه، لو واضح قدامك الاكتيف انجريدينت وانت مش شايف التريد نيم، او لو انت مثلا قدامك التريد نيم ومش واضح قدامك الاكتيف انجريدينت، فانت ممكن تتصل وتقول لهم والله شوفوا لي هو الدواء ده الماده الفعاله بتاعته ايه، على اساس ان معكش دراج اي ولا معاك اي حاجه من الحاجات دي، او عايز تسال مثلا مين هو المصنع بتاع الحاجه زي دي، او عايز انت تسال عن الاوريجين، يعني مين الدوله اللي مصنعه الحاجه زي دي. طب هو الشكل الطبيعي بتاعه شكله عامل ازاي، الدواء اللي انا بسالك عليه ده، طيب اللون بتاعه شكله عامل ازاي، هل مثلا مطبوع عليه حاجه معينه ولا لا. تمام، فالكلام ده كله يعني كلام عبيط يعني. الاستابيليتي ممكن برضو ده من ضمن الدراج كاتيجوريز برضو، ان هو ايه، ممكن تسال تتصل بالدراج انفورميشن سنتر ده وتجي قايل له والله هو انا ينفع يعني احط الدواء ده جوه الثلاجه، او ينفع ان انا احطه جوه الفريزر سواء بقى كثلاجه او كفريزر يعني، طيب هل ينفع ان هو يتعرض للشمس ولا ممكن ان هو يتكسر، طيب هل لو اتلج، لو انا هو تناه متلج لمده ساعه، هل هو كده باظ ولا لسه ما باظش؟ طيب وانا المفترض ان انا بحضره ازاي؟ وانا لو حضرته بالطريقه الفلانيه ديت يبقى انا كده بوظته؟ طيب ده والله لونه اتغير من اللون الاصفر للون البرتقاني، هل هو كده لسه كويس؟ ده انا شام ريحته ريحه معفنه، هل هو كده باظ؟ تمام، فيعني دلوقتي كلها اسئله يعني ايه، انت بترخم فيها على الانفورميشن سنتر يعني. والله ده السسبنشن لزق في بعضه وحصل كيكينج، هو كده خلاص السسبنشن ده باظ وما ينفعش ان انا استخدمه تاني خالص؟ تمام، فكل الاسئله ديت اسئله تبع ايه؟ تبع الكاتيجوري بتاعت الاستابيليتي. تمام، يبقى انت كده كاتيجوري ريليتد كويتشن، بدات انت تحدد الكويتشن ده تبع انهي كاتيجوري بالظبط، لو جالك اي سؤال من دول فانت اكيد هتجاوب للدكتوره ده تبع الاستابيليتي كاتيجوري اكيد يعني. تمام. الاي بي انكومباتيبلتي برضه المفترض ان انت هتشوف الاوردر اوف ميكسنج، يعني ده يسالك ممكن مثلا حد يجي يسالك ويقول لك لو انا يعني اما اجي اخلط كذا وكذا مع بعض احط مين الاول، او اخلط ايه الاول وبعدين ايه، بحيث ان هم ما يرسبوش مع بعض او كده. الكونسنتريشن اوف السوليوشن، هل مثلا متاح ان انا استخدم بتركيز الفلاني، ولا ممكن ان هم يعني لو انا عليت التركيزات او بتاعت الحاجات اللي انا بخلطهم مع بعض يبوظوا بعض. تمام، التايب اوف بريباريشن برضو انت بتحضر الادميكشر ده ازاي بالظبط، ممكن ان هو يكون حاجات متعارضه مع بعضها. والله لما انا مثلا خلطت الحقنتين دول مع بعض بدا ان هو يحصل فيزيكال تشينج، بدا ان هو يتغير مثلا طبيعه معينه سواء لون او اي حاجه معينه موجوده عندك، فده كده هل هم فعلا متعارضين ولا ينفع ان انا ادي الحقنه كده وخلاص، اللي هي الاسئله اللي بنلاقيها على جروبات الصيادله دي. What is the temperature of the preparation؟ يعني المفترض اللي هو أحضر التحضيرة ديت مثلا في درجة حرارة الغرفة ولا في الثلاجة ولا عينها فين بالظبط؟ فديت كلها حاجات خاصة بالـ IV incompatibility، وهل في تعارضات ما بين خلط الحقن ولا لأ؟ تمام. الـ adverse effect برضه اللي هو has the patient experienced this adverse relationship previously، يعني ايه؟ يعني لو مثلا واحد دلوقتي بيسألك على عرض جانبي معين، فأنت هتشوف مثلا هل هو جاله العرض الجانبي ده قبل كده مرة؟ هل مثلا وهو بياخد حقن سيفالوسبور مثلا جاله حساسيه، فاكيد مثلا هتجي له خلاص يا سيدي ما تاخدش الحقن بتاعت المضادات الحيويه ديت تاني لان انت كده عندك حساسيه منها. تمام، has any intervention been initiated at this time، هل مثلا لما جات له الحساسيه ديت اتصرفوا معاها بطريقه معينه بحيث ان انا برضو اعرف ايه الطريقه اللي اتصرفوا معاها بيها وهل جابت نتيجه ولا لا. اخد الفاميلي هيستوري، هل في عيلته عندهم حساسيه زي الحساسيه اللي موجوده عنده ديت ولا ايه الدنيا بالظبط. بعد كده برضو availability of the dosage form، what is the dosage form desired، يعني مثلا لو ايه ممكن ان هو حد يسألك والله الدكتور كاتب لي الدواء الفلاني ده يعني، والشخص شكله عامل كذا كذا وعمره قد كذا، وانا موجود عندي تابلت وهو كان كاتب ان هو المفترض ان هو ياخده كحقن، المفترض ان انا كده عادي يعني ولا اعمل ايه؟ ينفع مثلا ان انا اديله التابلت بتاع الحقن ولا الوضع هيكون سيء؟
انت كده بتتلخبط ما بين الدوسج فور، ما ينفع ولا لا. وات ادمنستر ادمنستريشن روتس ار فيزابل وذ ذيس بيشنت، اللي هو مثلا الدكتور كاتب له ان هو ياخدهم حقن، ولكن هو دلوقتي ايه يعني رفض الحقن خالص، ينفع ان انا اديها له بطريقه ثانيه. برضو المريض واعي ولا لا، البيشنت اليرت او اند اورينتد، يعني مثلا دلوقتي الشخص فاقد الوعي، هل ينفع ان انا اديله حاجه بير اورال مثلا؟ ينفع ان انا اديله حاجه في بقه؟ اكيد مثلا لا، ما ينفعش انت تديله حاجه في بقه. فديت مثلا سؤال ممكن انت تساله، ليه الشخص اللي في دراجون انفورميشن سنتر؟ والله مش عارف اقول ايه والله. طيب از ذير افوميتنج اور دايريا؟ ديت كلها يعني الدكتوره مدخله الاسئله اللي هو بتاع دراجون انفورميشن سنتر بيساله الشخص اللي بيسال، ومع الاسئله اللي المفترض ان الشخص اللي بيسال يسالها في دراجون انفورميشن سنتر. فحتى الدكتوره اصلا ما قراتش معظم الكلام اللي موجود قدامها ده، هي قالت العناوين من فوق وخلاص. الدراج انتراكشن برضه، فاللي هو ممكن ان هو حد ان هو يجي يسالك الدواء ده، الدوايين دول ينفع ان انا اخدهم مع بعض وخلاص ولا لا، ولو خدتهم اخدهم بسرعات ايه، والراوتس بتاعتهم ايه، والجو ده كله. تمام، هو ده الطريقه اللي الدكتوره بتشرح بيها، العنوان وخلصنا. تمام. بعد كده بقى جابت لك شويه امثله، والامثله اللي هي اللي انا كاتب لك عليها باللون الازرق ديت، هي ديت بس اللي هي يعني ذكرتها وهي بتشرح ان مثلا وات ذا ماكسيمم دوز اوف الدواء الفلاني ده. فاذا انت كده الكاتيجوري بتاعت السؤال ده دوسج، ان انت بتسال على جرعه معينه. طيب ينفع ان انا استخدم الامدودبين واللورازبام مع بعض؟ يبقى انت كده بتسال على درجه الاكشن. طيب السيبروفلوكسيسين ده ممكن ياثر على الجنين؟ كده انت بتسال على كاتيجوري اللي هي التراتوجينست. كان الرانيتيدين كوز الثرومبوسيتوبينيا؟ يبقى انت كده بتسال على كاتيجوري الادفيرس دراج رياكشن. مي ماي تشايلد تيك اوفر دوز اوف اسبرين، المفترض ان انا اعمل ايه؟ يبقى انت كده بتسال على كاتيجوري التوكسيستي. لو واحده برضو بتسال اللي هو بريست فيدنج، وبتقول ينفع ان انا اخد فينيتوين ولا لا، يبقى انت كده بتسال على سؤال موجود في الكاتيجوري بتاعت البريجنانسي واللاكتيشن. ماشي، او اللاكتيشن والانفانت ريسك يعني. ماشي يا سيدي، ماشي كده الحمد لله خلصنا الخطوه رقم 3 البايخه دي. بعد كده هتبدا تخش على الخطوه رقم 4 ديفلوب استراتيجي اند كونتاكت ريسيرش. المفترض ان انت هنا هتبدا تعمل ايه بقى؟ سيلكت ريسورس، هتبدا تحدد الريسورسز بناء على الكاتيجوري اللي انت شفتها دي. مش انت في الكاتيجوري دي قلت ان انت مثلا ده عباره عن ادفرس دراج رياكشن، هتبدا ان انت تحدد الريسورسز اللي موجوده قدامك، سواء سكندري ولا تيرشري ولا برايمري ولا ايه بالظبط. طيب انت هتمشي بالترتيب بتاعك ازاي؟ هتمشي بالترتيب بتاعك تيرشري، بعدين سكندري، بعدين برايمري. نركز، انت وانت بتبحث دلوقتي يبقى هتمشي بالترتيب تيرشري سكندري برايمري. اما السؤال اللي كان موجود عندك في المحاضره رقم 1 و2 اللي هو واحنا بنبدا نحط المصادر بنحطها ازاي، فاكيد كنا بنعمل البرايمر الاول، وبعد ما بنعمل البرايمري بنبدا نستخلصهم مع بعض ونعمل منهم السكندري، وبعدين نستخلص من اكتر من سكندري مع بعض ونعمل التيرشري. اما واحنا بنعمل الريسيرش دلوقتي كونداكت الريسيرش، يبقى انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتلجا ان انت تقرا في الكتاب المتوسع الاول، وبعدين تبدا تخش على حاجه زي باب ميد مثلا اللي هي من السكندري ريسورسز، وبعدين تبدا تخش على مصادر من البرايمري ريسورسز. ماشي ماشي. طيب بعد كده بيقول لك conduct a systematic research be familiar with the three types of information resource اللي هو التيرشري، وبعده السكندري، وبعده البرايمري. طب المفترض اجمع من مصدر واحد؟ اقول لك لا، على الاقل لازم تكون مجمع من مصدرين بس، على من مصدرين حتى على الاقل. ولازم ان انت تكتب كل المصادر او all references اللي انت جبت منها المعلومات بتاعتك دي. طب بيدي لك مثلا مثال ان في ممرضه كانت بتسالك وات ار ذا كرنت نيوموكوكال فاكسين اند سيدولز، المفترض اللي هو الفحصانات اللي موجوده دلوقتي للنيوموكوكاي هي عباره عن قد ايه، والمفترض انها تتاخد للطفل مثلا بعد مرور كام شهر. فانت كده السؤال ده هتعمل له كاتيجورايزيشن، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن موجود في الكاتيجوري بتاعه الاميونايزيشن والفاكسينيشن. كده انت حددت الكاتيجوري. طب هتسال عن حاجه زي ديت فين بالظبط؟ في السي دي سي او الاي سي اي بي. الاي سي اي بي ديت اللي هي الفاكسين ريكومنديشن اند جايد لاينز، ديت المصادر المتاحه اللي انت ممكن تدور فيها وتلاقي فيها معلومات فعلا عن سؤال زي اللي هي بتسالك عليه ده. ماشي، فاحفظ برضو المصدرين دول ان هم خاصين بالفاكسين، لان الدكتور هيديهم لك في الامتحان. ماشي يا سيدي. بعد كده خامس خطوة perform evaluation واناليسيس اند سنسس، وديت زي ما الدكتورة قالت ديت تاني اطول خطوة بعد خطوة الريسيرش. المفترض ان انت بعد ما انت عملت في الخطوة رقم 4 ديت ان انت عملت الريسيرش بتاعك وقعدت تبحث وكده، ديت كانت اطول خطوة بالنسبة لك، ان انت قعدت تدور في اكتر من مصدر على ما تبدا ان انت تجمع المعلومات.
فبعد ما جمعت المعلومات هتخش على تاني اطول خطوه بعدها، وهي ان انت تجمع كل المصادر ديت قدامك بقى، وتبدا تعمل لها ايفالويشن وتقييم واناليسيس، بحيث ان انت توصل في النهايه للقرار النهائي بتاعك. يبقى انت بتعمل ايه فيها؟ بتعمل فيها ايفالويشن وكومبايند انفورميشن، بتبدا تجمع كل المصادر المتاحه قدامك وتستخلص منها النتائج اللي موجود فيها، وتعمل ايه؟ اوبجكتيفلي كريتيك اول اوف ذا انفورميشن يو كولكت. يعني مفترض ان انت هتعمل بحث نقدي وتشوف المعلومات ديت هل فعلا دقيقه ولا لا، وقابله للتطبيق ولا لا، والحوارات دي كلها. وهتشوف برضو اللي هو الباك جراوند انفورميشن بتاعت الكويتشن، هل مثلا المعلومات ديت كلها متخصصه وخاصه بالكويتشن اللي انا بسال عليه، ولا في حاجات بعيده عن الموضوع اللي انا بسال عليه خالص. رقم 4 كونسلت ويز فارماسيست، اللي هو باقي الصيادله اللي موجوده معاك، تبدا تناقش معاهم برضو في النتائج اللي انت وصلت لها قبل ما تبدا ان انت تكتب الرد اللي موجود عندك ده. رقم 5 ذا فارماسيست شود كونفيرم الانفورميشن، ابدا ان انت تتاكد ان المعلومات بتاعتك دي دقيقه، ويراجعها مع المصادر اللي انت جايب منها من اكثر من مصدر، بحيث ان انت ايه تبقى انت متاكد 100% ان هي وصلت لمرحله الكلينيكال ريسيرش، مش مجرد اراء لسه مكتوبه في الابحاث والجو ده خالص. بعد ما انت بقى عملت ده كله مع كل المصادر المتاحه اللي موجوده عندك، هتبدا انت تعمل سمري تجميعه بقى او ملخص للوضع ده كله، وتحطه قدامك بحيث ان انت تعمل بعدها statistical analysis، وتبدا انت تعمل تقييم بناء على الاحصائيات ديت، وتشوف ايه ادق اجابه ممكن ان انت تجاوب بيها على المريض او على الدكتور اللي بيسالك، وتبدا تجهز الرد بتاعك وترده بشكل سليم. يبقى انت كده عملت ايه بالظبط؟ يبقى انت عملت evaluation، قيمت الابحاث اللي انت جبتها، وبعدين عملت لها analysis والstatistical analysis اللي انت عملت لها تقييم بحثي احصائي، وبعدين بدات ان انت ايه تعمل جود ريبلاي، ان انت تبدا ترد بقى رد سليم على الشخص الانكوايرر اللي بيسالك ده. طيب النقطه رقم 6 بقى، ان اخيرا الحمد لله يا سيدي هتبدا تعمل فورميريشن وبروفايد ريسبونس. يعني ايه؟ يعني هتبدا بقى ان انت تنظم الاجابه بتاعتك، وتبدا ان انت ترد بيها على الشخص اللي متصل بيك او كان بيسالك ده. اذا انت هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا انت تعمل اورال او ريتن ريسبونس على حسب ما المريض ما كان قايل لك، او على حسب ما الانكوايرر كان قايل لك. والله لو قايل لك اتصل بيا هتتصل بيه او هكذا. وعلى حسب برضه الارجنسي، لو هو قايل لك اتصل بيا النهارده، يبقى انت هتكون جهزت السؤال، جهزت الرد بسرعه وجاوبت عليه بسرعه. والمفترض ايه بقى؟ اسك اف اديشنال انفورميشن از نيدد. يعني المفترض ان انت، يعني هو سالك دلوقتي سؤال معين، وانت متوقع ان هو لما انت هتقول له الاجابه هيجي سالك كمان سؤال، فانت لازم تكون انت مجهز في الاوراق اللي موجوده قدامك او في الداتا بتاعت الاجابه بتاعتك الاجابات البديله للاسئله اللي هو ممكن يسالها لك بعد كده، بحيث ان انت مجهز بكل حاجه قدامك. تمام. فانت هتساله لو هو محتاج ان هو يسال سؤال تاني غير السؤال اللي كان ساله. تمام. وهتبدا انت تعمل ايه؟ دوكيومنت كل الديتيلز بقى اللي انت بدات ان انت تمر بيها خلال العمليه اللي انت بتقول عليها دي، تسجلها كلها قدامك. يعني don't use I think or I don't think، يعني اللي هو ايه، ما تديش رايك انت، ابدا ادي راي الابحاث اللي موجوده قدامك، يعني رايك ده احتفظ بيه لنفسك. يعني المفترض ان انت بتكلم المريض او بتكلم الانكوائر ده، ما تديلوش رايك الشخصي، اديله راي الابحاث اللي انت طلعت منها بالنتائج. بعد كده you can use there are no data in the reference. يعني ممكن انت ممكن تيجي قايل له ايه؟ ممكن تيجي قايل للشخص والله انا دورت ولقيت ان مفيش يعني حاجه جوه المصادر ترد على السؤال اللي انت بتساله ده. تمام؟ برضو ايه؟ مفترض ان انت تحط ليه اللوجيكال سيكونس اوف يور انسر، يعني مفترض ان انت ترتب الاجابه بتاعتك بشكل منطقي، بحيث انها تكون سهله ان انت تديها ليه ويفهمها بشكل كويس. يعني زي ما الدكتوره منظمه لكم وعطت لكم الداتا منظمه ومنسقه، بحيث انها توصل لكم كلها من اول نظره. يعني ما علينا. طيب ماشي. المفترض بقى ان هو ايه؟ المفترض ان انت تكون anticipate other question and be prepared with answer، يعني المفترض ان انت تتوقع الاسئله اللي ممكن يسالها لك وتكون مجهز رد عليها، وهناخد امثله عليهم دلوقتي. عاشر حاجه بقى، واهم حاجه، المهم ان احنا نطلع كلنا مبسوط، ان انت لازم تكوستر وانت تكون طالعين هابي والدنيا بتضحك كده ليه والجو ده كله. طيب اكزامبل اوف الانتسيبيتنج اديشنال كويشن، يعني اللي هو بقى بيديك امثله على اللي هو مثلا لما يسالك سؤال وانت مجهز في الباك جراوند بتاعتك اجابات للاسئله اللي هو ممكن يسالها لك بعد كده. يعني هو مثلا بيقول لك ايه؟ كان ام ام ار فاكسين بي جيفن افتر بلاد ترانسفيوجن، يعني لو واحد عامل نقل دم دلوقتي هل ينفع ان انا اديله ام ام ار فاكسين؟ تمام. فالمفترض ان كده الانسر هتكون ايه؟ الانسر بعد ما انت ما بحثت ودورت واتاكدت، فبدات ان انت تقول له الام ام ار
فاكسين شود بي هيلدي، يعني مفترض ان الشخص ده ما ياخدش الام ام ار فاكسين دلوقتي، فطبيعي هيكون هو جاهز بسؤال ان هو يقول لك ايه، هيجي لك طب امال المفروض ان هو ياخده بعد قد ايه، فانت لازم تكون مجهز اجابه على حاجه زي دي، تمام؟ فهو هيقول لك هاو لونج شود بي هيلد، يعني مفترض ان هو ما ياخدش الام ام ار ده لمده قد ايه، او ينفع ان انا اديله بعد قد ايه، تمام. طب سؤال تاني، ان هو ممكن ان هو يجي قايل لك از بافرين كارنتلي افيلابل، هل الدواء اللي اسمه بافرين ده موجود في السوق لسه؟ هتيجي قايل له ايه الاجابه بتاعتك؟ نو، ده ما عادش موجود، اتسحب من السوق. طيب هل مفترض الطبيعي بقى ان هو يجي قايل لك طب هل في بدائل متاحه منه في السوق؟ تمام، او ايه، قول لي ايه هي البدائل المتاحه بتاعته. فانت اكيد لازم تكون مجهز له اجابه بالبدائل المتاحه اللي موجوده جوه السوق، تمام. طيب ايه الحاجات ده اللي انا ملونها ديت؟ ديت اللي هو كل دراج انفورميشن ريكويست بيجي لك اكيد انت بتدي له كود معين او رقم معين، فلازم اللي هو انت بتحتفظ بالرقم ده بحيث ان هو لما يجي يسال برضه او ان انت تجاوب عليه تيجي قايل له والله حضرتك صاحب السؤال رقم كذا 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 كذا، كسبت معانا كيس ذهب، يعني الجو ده يعني. حلو، ماشي يا سيدي. اخيرا اخيرا اخيرا، الحمد لله الحمد لله، وصلنا كده لاخر نقطه موجوده عندنا، وهي كونداكت فولو اب اند دوكيومنتيشن. هتبدا بقى ان انت يعني تسجل الكلام اللي حصل ده كله، وتبدا ان انت تبدا ان انت تتابع الوضع اللي موجود قدامك. طيب الخطوه ديت اللي هي كونداكت فولو اب اند دوكيومنتيشن دي بتشمل 4 حاجات، اول حاجه بيرفورم اناليسيس اند سنسس، ثاني حاجه بروفايد او رايت ريسبونس والريكومنديشن، وثالث حاجه كونداكت فولو اب، ورابع حاجه دوكيومنتيشن او ريكوردنج. طيب المفترض ان في مرحله البرفورم اناليسيس والسنسس دي هي دي الموست كريتيكال ستيبس او اهم نقط موجوده عندك، انفورميتنج ريسبونس وريكومنديشن. طب انت المفترض ان انت بتعمل فيها ايه؟ تبدا بقى ان انت تجهز جدول كده قدامك، الجدول ده بتحط فيه الداتا فروم سيرشنج اللي هو النتائج اللي انت وصلت لها من الابحاث، للرد على ايه؟ للرد على النقطه اللي كانت موجوده جوه الكيس. يعني والله دلوقتي انا عرفت ان الكيس ديت كان عندها مشاكل في الكلى، فالمصدر الفلاني ده هو بيقول ان الدواء اللي انت بتسال عنه ما عندهوش اي تعارض مع الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى بالشكل الفلاني ده. فاذا الجدول ده انت كنت انت بتبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل فيه تحليل للداتا اللي انت واخدها وتقارنها بالسؤال او بالانكوايرر ده كانت الحاله بتاعته ايه؟ سواء مثلا هو بياخد دواء معين او عنده حاله مرضيه معينه، بحيث ان انت توفق الاجابات على كل نقطه من الهيستوري بتاعت الشخص الانكوايرر اللي بيسالك ده. وتبدا بقى انت تعمل كومبايننج للاليمنتس والانفورميشن اللي موجوده عندك ده، بحيث ان انت تديله المعلومات بشكل مظبوط وتكون انت مجاوب على كل تفصيله هتدخلها جوه السؤال. بعد كده بروفايد ورايت ريسبونس وريكومنديشن، مفترض بقى ان انت تكون اجاباتك سبيسيفيك، الانسر بتاعتك لازم تكون سبيسيفيك، وتكون الاجابه بتاعتك برضو ايه يعني متعلقه بالبيشنت باك جراوند، يعني مفترض ان انت تشوف هل الشخص ده متعلم ولا لا او كده، بحيث ان انت تظبط له الاجابه بالطريقه اللي هو يفهمها. والمفترض ان الاجابه بتاعتك برضو تكون محطوط فيها لو فيها بدائل معينه مثلا ممكن ان هو يلجا لها بدل اللي هو الحاجه اللي هو بيسالك عليها. يعني لو هو مثلا بيسالك هو انا ينفع استخدم الدواء الفلاني مع الدواء العلاني، طيب الدواء الفلاني ده اللي هو عايز يحطه كان عباره عن انتي بليتلت، فخلاص والله انا ممكن بقى ان انا ارجح له بديل تاني ما بيتعرضش. تمام. والريكومنديشن برضو المفترض كل ريكومنديشن، يعني انت لما هتقول له المفترض ان انت تعمل كذا او تعمل كذا او تعمل كذا، ما تقولوش ده من دماغك، ده مش من وجهة نظرك الشخصية، لا لازم تحط له ريفرنس سايتيشن مع كل كلمة انت بتقولها له. زي مثلا ان انت تقول له المعلومة ديت على فكرة انا جايبها من ليكزيكون، ان مفيش تعارض ما بين الدوائين الفلانيين او في تعارض ما بين الدوائين العلانيين وهكذا. بعد كده هتعمل بقى فولو اب، ان انت هتبدا ان انت تعمل ايه؟ ريسيف فيدباك، هتبدا ان انت تجمع يعني تتصل بالشخص اللي انت اديته الاجابه ديت لمده تقريبا 7 ايام، يعني بتعذبه تقريبا، ايه راي حضرتك تهتم بالخدمه؟ طب اديني 5 نجوم عشان التطبيق بتاعنا ينتشر كده، يعني بحيث ان انت تعمل ايفالويشن للسيرفيس دي تتاكد ان هي تمت على اكمل وجه. رابع حاجه بقى ان انت تسجل الحوارات دي كلها بحيث ان انت تبقى اشطر كتكوت واشطر واحد عمل دوكيومنتيشن للحوارات الهاتس كلها. اخر عنوان الحمد لله بعد ما خلصنا ال7 حاجات ديت، اخر عنوان هو الايفالويشن اوف الدي اي سيز. ايفالويشن المفترض ان انت هتقيم الدراج انفورميشن سنتر هو ناجح ولا لا، بناء على ايه؟ بناء على 3 حاجات، اول حاجه البرودكتيفيتي اند افشنسي، ثاني حاجه الكواليتي اوف ذا سيرفيس، ثالث حاجه الامباكت او الافكت. اول حاجه اللي هي البرودكتيفيتي والافشنسي ديت اللي هي ايه؟ انت حللت كام سؤال في اليوم؟ يعني جاوبت على كام سؤال؟ هل 5 ولا 10 ولا 20 ولا ايه بالظبط؟ طب وانت الاجابات اللي انت جاوبتها ديت هل فادت المريض فعلا، ولا هو كان ممكن ان هو يفتح جوجل وجوجل جايب له الاجابات وخلصنا؟
كواليتي اوف ذا سيرفيس، هل انت قدمت خدمات اكثر خاصه بالدايركت انتراكشن ولا السيرفيس ولا الفارماكو كاينيتكس؟ طب وجوده الخدمه، عملوا لك تقييم للتطبيق 5 نجوم ولا 4 نجوم ولا ايه بالظبط؟ والامباكت او الايفكت، الناس مبسوطه ولا مقموصه منك؟ يعني هيدفعوا لك يعني كدراجن سولوشن سنتر، ولا هم هيقولوا لا يا عم ده انا بعد كده هبقى ادور على جوجل ولا الحاجه اللي بتوع دراجن سولوشن سنتر دول. كان هذا هو الموجز، والحمد لله خلصنا كده المحاضره ديت. المفترض ان كده كنت لك المحاضره التاسعه. اتمنى ان ربنا يوفق وييسر طاقه وكده وتتسجل لكم على خير. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا معاكم، وما تنسوناش من دعوتكم. السلام عليكم.